احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري والمتحدث الرسمي باسم اتحاد الكره. كابتن احمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، اخبارك يا كابتن؟ كله تمام الحمد لله، كله تمام. يعني في بدايه السؤال، الاستادات اللي هيتلعب عليها البطوله هل اتحددت بالفعل؟ لا، هي الاستادات اللي قدمت في الملف من الاول، الملف اللي متقدم كان فيه 6 استادات، استاد القاهره، استاد السلام، يعني ده في محيط القاهره الكبرى، ثم استاد السويس، استاد اسماعيليه، بورسعيد، واستاد اسكندريه. دول ال6 ملاعب الرئيسيه الاساسيه اللي اتقدمت في الملف. دول خلاص، دول رسمي، هم دول الملاعب. هم دول الملاعب. في طبعا كان في الكلام ده، في تقرير قدمته اللجنه اللي كانت بتقيم الملف، والحمد لله كان في رضا تام عن الامر. المرحله المقبله في طبعا لجان، انت عارف ان في لجنة منظمة للبطولة من الاتحاد الافريقي نفسه، غير مجموعة الكومبيتيشن بتاعة الكاف، هتنزل وهتتحرك وهتروح الملاعب وهتروح الاماكن. احنا عندنا بدائل، قلنا لهم احنا ما عندناش اي مشكلة ولا اي ازمة، وما تفاني قال الكلام ده، ان احنا لو في اي تباديل ممكن تتعمل، لو رأوا ان في مكان يعني مش يعني مثلا كان عندنا الكلية الحربية ممكن ممكن يكون بديل، كان ممكن يبقى فيه الماكس اسكندريه، ممكن يبقى بديل الكشف السويس، ممكن يبقى بديل المشكله بس الوحيده طبعا ان برج العرب لو بقى بديل هيبقى بديل لمنتخب مصر. منتخب مصر هو في استاد القاهره مبارياته، لان ملعب برج العرب 80,000، ما نقدرش نحط مثلا مباراه لفريقين ما لهمش جماهيريه كبيره، فيبقى الملعب فيه 5-6,000 او 10,000، الملعب فيه 80,000، ده بيقلل من شكل البطوله. يعني احنا عندنا ملاعب كبيره وملاعب كان ممكن تستخدم اكثر من كده، لكن انت بتراعي ان منتخب، ان طبيعي جدا ان الضغط الجماهيري بيكون في للبلد المنظم اكثر، فالملعب الاكبر دايما يكون للبلد المنظم، ما تقدرش تاخد اكثر من ملعب بهذا الحجم، لان اللي هيحصل هيبقى في ملاعب ظاهره بصوره ان فيها عدد كبير من الكراسي او المقاعد خاليه، وده طبعا بيؤثر على شكل البطوله. لكن كل الخيارات مفتوحه، دول ال6 الاولانيين او ال6 الرئيسيين اللي في البدايه، كل الخيارات مفتوحه. طبعا عندنا كل ملعب ده بقى بيتشاف فيه كل حاجه، بيتضمن غير ارض الملعب الاضاءه، لازم يرفع كفاءه الاضاءه في عدد من الملاعب، غرف الملابس، غرف الملابس البديله، العياده، حتى دورات المياه، مش بس للمقصورة وللمقصورة الأمامية، لا، للجمهور العادي، أماكن الجمهور ممكن يدخل يأكل يشرب، يلاقي كرسيه، ترقيم الكراسي. عندنا شغل كتير جدا الفترة اللي جاية. طب قبل بقى ما يبقى عندنا شغل كتير، الناس محتاجة تفهم هم مين اللي عندهم شغل. هل اللجنة المنظمة لجنة منفصلة بعيد عن اتحاد الكوره؟ هل هيبقى في فعلا زي ما بنسمع لجنه من وزير الشباب والرياضه المهندس هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكوره المصري ونائب اخر؟ هل الكلام ده مظبوط؟ هل اتحاد الكوره هو اللي هيدير؟ هل بعض اللجان؟ بص يا كابتن سيف، يعني حتى اخيرا اخر حاجه، اخر بطوله كانت في الجابون، اخر بطوله افريقيه، ثم بعدها اتلعبت الشان اللي في المغرب. انا كنت موجود في الجابون كعضو في لجنه المنظمه من جانب الاتحاد الافريقي. بيبقى في حاجه اسمها ال او سي او اللوكال اورجنايزنج كوميتي، اللي هي اللجنه المنظمه المحليه. حتى في الكاميرون البطوله اللي لم تكتمل وسحبت من الكاميرون، كان في لجنه منظمه محليه بخلاف الاتحاد الكاميروني، دي لجنه منظمه محليه بخلاف اتحاد الجابون. في 2006 كان في لجنه منظمه محليه كان بيرأسها المهندس هاني ابو ريده، وكان مدير البطوله كان المهندس خالد عبد العزيز. كذلك كاس العالم 2009 كان في لجنه منظمه محليه، كاس العالم في روسيا 2018 كان في لجنه منظمه محليه بخلاف اللجنه المنظمه للبطوله من الاتحاد الدولي. فامر طبيعي جدا ان هيكون في لجنه منظمه محليه، وارد جدا ده اللي هيقعد بقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مع المهندس هاني ابو ريده وينتهوا اليه. لكن قدام الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي له لجنته وله لجنه منظمه محليه هتتعامل معاه، هذا لا يمنع تعامله مع الاتحاد المحلي للدوله المنظمه، لكن اللي بيتعامل في الامور التنظيميه للبطوله هي لجنه منظمه. طبعا وارد يكون في لجنه وزاريه، لان في المساله فيها شغل مع وزاره الداخليه، مع الخارجيه، مع
وزاره الصحه. يعني كابتن احمد انت عايز تقول ان هيبقى في لجنه منظمه للبطوله منفصله عن اتحاد الكوره، يطلع فيها ناس من الاتحاد يطلع ما فيهاش، ولكن منفصله. اي بطوله في العالم كده طبعا في لجنه منظمه محليه، في لجنه وارد جدا في لجنه وزاريه بتضم مجموعه من الوزراء المختصين او اللي لهم علاقه مباشره بالبطوله، زي الصحه، زي السياحه، زي السياحه بالظبط. لكن في لجنه منظمه محليه اللي هي اللجنه التنفيذيه بقى، طبيعي جدا انها يكون فيها عناصر فنيه، وارد جدا يبقى فيها، ممكن من حق الناس يعني يبقى فيها عناصر من اتحاد الكوره، يبقى فيها عناصر من بره اتحاد الكوره. ده اللي هيحدده بقى الشكل اللي هيتفق عليه الدوله الممثله في وزاره الشباب والرياضه مع الاتحاد ممثلا في المنتخب الرياضي ومجلس اداره. وهينتهي الامر في الاخر الاتحاد الافريقي، انا لما بتكلم بقول احنا قدامنا شغل كتير، يعني بحكم ان على الاقل انا عضو في اللجنه في الاتحاد الافريقي اصلا للمنظومه البطوله، وفي اجتماعات مستمره واتصالات، وفي مجموعه من الاتحاد الافريقي موجوده بالفعل في مصر، وعندهم خلفيه الى حد كبير بالملاعب. يعني كل تفصيله بسيطه جدا ممكن ما تجيش في بال حد محسوبه، حتى في ايام، في عز ايام الزحمه في التوقيت الفلاني لو اتحركنا من المكان. طيب.